جاية طبعا منتدى الشباب بالمعروضات بتاعتنا بتاعت اللي بتطل على التراث السيناوي، عبارة عن الشال والطرحة والعباية، وبندخل بنعمل ماتشنج بين التراثات. بجيب التراث اللي هو الملس الصعيدي وبشتغل عليه، برضو بعمل عليه غرزة سيناوي أو بركب عليه عبارة عن حاجات خرز سيناوية. وكمان بنعمل الشغل ده على الملايات وعلى الكوشنز، وبنعمل منه جلابيات وبنعمل منه جيبات. انا عايزه مجموعه طبعا كبيره من الشباب تبقى منتجه معايا. انا معايا حوالي 15 بنت بتشتغل، عايزه طبعا اكتر العدد بحيث ان الحرفه ما تندثرش، لان طبعا اللي بيشتغل معايا الجزء الاكبر هم السيدات الكبار. وتاني حاجة لما بيعلموا الشباب وكده، فلما يكتر العدد هنحافظ على الحرفة.